بعد ذلك توجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى صرح الميثاق، حيث صافح سموه حفظه الله كبار الضباط بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد التي تصادف اليوم 17 من شهر ديسمبر. وخلال اللقاء أكد سموه على ما يحظى به شهداء الواجب وذويهم من تكريم من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد عاهل البلاد المفدى حفظه الله. وفي هذا اليوم الذي اقترن مع أيام الوطن المجيدة تبقى ذكرى شهداء الوطن ماثلة تخليدا لعطائهم الوطني المخلص وتقديم أرواحهم في سبيل الواجب والحق. دعينا الله أن يرحم شهداء الواجب ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين. ومن جانبهم رفع كبار الضباط إلى قيادة البلاد الحكيمة ولشعب البحرين الوفي أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبات احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، مشيدين باللفتة الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله بتخليده يوم الشهيد. دعينا الله أن يحفظ البحرين ويديم عليها استقرارها وأمنها في ظل قيادتها الحكيمة.